السؤال الثاني ما عليك أمر. تفضل. إنه يعني أنا أكون صايمة بس إني أقوم مثلاً حق الصلاة، يعني طول اليوم مثلاً أكون راقدة بس يعني من يعني أسهر في الليل وأنام الصبح، بس أقوم حق صلاة الظهر وأرد أنام أقوم حق صلاة العصر، هل هذا إنه يكون صومي في شيء يعني لا باطل؟ صوم صومك صحيح، لكن متى تقرأين قرآن طيب؟ متى تدعين وتستغفرين؟ بعد الصلاة. بعد صلاة المغرب؟ مثلا بعد صلاة الظهر يعني أصلي أي. أقرأ شوي من هذا من القرآن كذي وأرد أنام، العصر نفس الشيء مثلا كذي. ما عليك بأس إن شاء الله صومك صحيح.